ما حكم المتاجرة في العطور النسائية علما أن النساء عندنا في الجزائر يخرجن متعطرات إلا ما رحم ربي؟ ما حكم المتاجرة في العطور النسائية علما أن النساء عندنا في الجزائر يخرجن متعطرات إلا ما رحم ربي وأنا أبيعها بالجملة، هل علي وزر في ذلك؟ إذا علمت أن هذه المرأة تستخدمه فيما لا يجوز فلا تبع عليها، أما إذا لم تعلم فالأصل الحل، وإذا أساءت التصرف إثمها عليها، لكن إذا علمت أنها تشتريه للتطيب عند الخروج به وأن تعلم هذا منها فلا تبع عليها.